الجودة يا زعيم. اهلا وسهلا، شرفتونا ونورتونا. هتعترفوا ولا احنا نعترف موجود؟ على كل حال احنا اتصلنا بسنوات بعد ما طردته من المزرعة وحدينا مع الطحونة وساعدناه يسلم المزرعة لفريدريك، بس والله هو اللي اجبرنا على كل ده. احنا ما عملناش حاجة، هو اللي جاسوس مش احنا. خدوه ياخدونا على فين؟ احنا ما عملناش حاجة، مش عايزين نموت، مش عايزين نموت. غبية هتفضحنا خلاص. دلوقتي قدامكم فرصة عشان تعترفوا من غير عقاب، عشان لو سمعت حاجة بعد كده هتخسروه. وانا والله كنت هموت من الجوع، فاخدت حبة قمح من المخزن واكلتهم بالليل طفاصة كده يعني. هبت على بطنك انت يا اختي. الله الله، حاجة تشرع القلب. انا فرحان بك يا رب، فرحان. بص المفاجأة دي، اقلوا. انت مش قلت مش هتعمل لنا حاجة؟ انا عايز رجعت الكلام. ليه حرام عليك. بس على فكرة انا برجي، انا ممكن ارجع في الكلام. اوحي يا دكتور، مش الكلام دي عننا. انا عايز اقول لكم على حاجه، اوعوا تفتكروا ان انا بعمل كده دكتاتوريه. لا، انا بعمل كده عشان امن المزرعه. نابليون ده حد طيب قوي ولذيذ قوي،